كابتن موسى التعمري الله يعطيك العافيه، كنت اليوم مزعجا للكوريا الجنوبي في كافه اوقات المباراه، قدم المنتخب اليوم شخصيه وكاريزما رائعه في هذا اللقاء. يعني بنقدر نحكي انه اول شيء الحمد لله رب العالمين، يعني مباراه كبيره من منتخبنا، ادينا المطلوب منا في الملعب، الدقائق الاخيره فقدنا شويه تركيز مما ادى لهدف التعادل، وان شاء الله انه بيكون القادم افضل، عندنا مباراه مهمه جدا مع البحرين وان شاء الله خير. من تحب ان تقابل في الدور الثاني؟ والله يلي بيجي اهلا وسهلا. كابتن سالم عجل يعطيك العافيه، اليوم ماذا تقول في هذا الاداء الرائع؟ بصراحه سالم عجل اليوم كان بعلامه فارقه في هذا الاداء. الحمد لله رب العالمين، توفيق من رب العالمين. انت عارف الفريق كله كان اليوم مميز، الله يعطيهم العافيه اللاعبين كان داخل الملعب وخارج الملعب، احنا ايد واحده قلب واحد، الجمهور الكبير اللي مساندنا كان بالملعب واللي بالاردن وخارج الملعب، بنشكرهم على الروح والدعم اللي بقدموه لنا كلاعبين عشان احنا نطلع احسن ما يكون عندنا. الحمد لله رب العالمين، طول ما الواحد قادر يلعب الحمد لله رب العالمين بيأدي واكثر، والاردن بيستاهل ان نقدم له ونضحي له، يعني بنقدم حديث لما القلب يوقف لانه بيستاهلوا الفرحه. كابتن مباراه منعي الله يعطيكم العافيه، اليوم مباراه امام المنتخب الكوري الجنوبي، النشامه كانوا ما شاء الله في كاريزما امام منتخب مونديالي نقطه، لكن بصراحه نقول لكم هارد لك على ما قدمتوه اليوم من اداء. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، يمكن زي ما شفت يمكن الحمد لله اليوم قدمنا الأداء كان تصاعد، يعني المباراة الماضية قدرنا نقدم أداء يليق بمستوى النشامة وباسمنا ضد منتخب مرشح للبطولة، وأكيد يمكن تقدمنا وتعادلنا في آخر دقيقة، لكن إحنا ما قدرنا نفوز، وأهم شيء إنه إحنا ما نخسر وإن شاء الله الجاي أحسن، وإحنا ماشيين خطوة بخطوة إن شاء الله. يعني بالتأكيد نقطة يعني أفضل من لا شيء، ولكن إحنا كنا عازمين على 3 نقاط، يعني فريقنا كان اليوم منتخبنا أدى أداء كبير، يعني وصلنا الأداء المميز من مباراة ماليزيا واليوم مباراة كوريا، كنا نأمل إنه نأخذ 3 نقاط، الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. يعني بالنسبة لنا اليوم يعني أتوقع إحنا اللي خسرنا المباراة مش المنتخب الكوري، الكل شاف الأداء وكل شاف روح الشباب اليوم في الملعب، إن شاء الله طريقنا للتأهل إن شاء الله، ومنفكر بالبطولة قاعدين خطوة بخطوة إن شاء الله، الشباب على قد المسؤولية وإن شاء الله بنسعد جماهيرنا الكبيرة اللي مأزريتنا هون واللي موجودة بالأردن. يعني اليوم ما شاء الله مدافع ومهاجم وسجلت هدف في مباراة بصراحة فقدنا البوصلة في أواخر الدقائق، لكن تعادل وتعادل ثمين أمام كوريا الجنوبية. أكيد طبعا، يعني التعادل نتيجة جيدة بالنسبة لنا، كنا بنطمح أنه نخرج في 3 نقاط، نخرج بالفوز الأول على المنتخب الكوري، يمكن ما سبق أنه تفوقنا على المنتخب الكوري، قدر الله ما شاء فعل، هاي كله قضاء وقدر، إن شاء الله أنه المباراة القادمة بنقدم كل ما لدينا، وإن شاء الله أنه ربنا يعني يكرمنا في القادم بإذن الله تعالى.